سلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بخير. وهو مستخدم من عندنا من يجي يشتري اي جهاز جديد حاليا، اهم شغله راح يركز عليها هو المعالج وبعدها الكاميرا، بحيث هو من عندنا يريد ياخذ جهاز بكاميرا جيده ويكون سعره معقول سواء في الفئه الاقتصاديه او الفئه المتوسطه. فاليوم وياي جهاز سعره اقتصادي ومواصفاته ايضا اقتصاديه، ولكن صراحه كاميرته كاميرا محترمه موجوده في الفئات العليا. الجهاز هو ريلمي 12، فخلوكم وياي نشوف مميزاته واكيد شنو عيوبه، وفي النهايه راح اعطيكم الاسعار واكيد نصيحتي بخصوص هذا الجهاز. فاذا ما كنتم مشتركين لازم تشتركون وتفعلون زر الجرس حتى يصلكم كل المراجعات الجايه، ويلا خلونا نبلش. بالبدايه الجهاز يجيك بذاكرتين، ذاكره 256 بسعر 199 دولار بالعراقي 290 الف، وذاكره 512 بسعر 229 دولار اي 335 الف. كتصميم الجهاز من البلاستيك بالكامل مع 3 كاميرات منطيك مظهر مميز للجهاز، ويجيك الجهاز بوزن 179 جرام، والشاشة أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز، وحجم الشاشة 6.67 إنش بدقة Full HD Plus وبكثافة بكسلات 395 بكسل في كل إنش. والسطوع بشاشة الجهاز يجيك برقم جدا محترم اللي هو 2000 نتس، يعني ما راح يواجهك أي مشكلة في الاستخدام الخارجي. ولكن عندنا عيب قوي بهذا الجهاز اللي هو أنه ما يجيك بأي طبقة حماية للشاشة، ولكن حسب كلام الشركة أن شاشة الجهاز مقاومة للصدمات وحتى للثقوب، ولكن ما أنصحكم بهذا الشيء. فأهم شيء من تشتري تخلي لك درع أصلي وقوي بحيث من يقع راح تتجنب أي مشاكل بخصوص الشاشة. وهسه خلونا ننتقل للمعالج ونشوف شنو المعالج بهذا الجهاز. والمعالج من كوالكوم السناب دراجون 685 بتقنية 6 نانومتر، جيد في الاستخدام العادي، يعني تقدر تستخدمها للتصفح ومشاهدة المحتوى بحيث ما راح يقصر وياك، ولكن للألعاب ما أنصحك. وعلى طار الألعاب الجهاز يشغل لك الألعاب على 40 فريم، وخاصة لعبة البوبجي صراحة استخدمتها وما أنصحكم تستخدمون هذا الجهاز بشكل مكثف للألعاب. وواجهة المستخدم هو الأحدث من ريلمي الـ UI 5.0، وأحدث نظام تشغيل اللي هو الأندرويد 14، والرام 8 جيجا بايت وتقدر ترفعها إلى 16 جيجا بايت، ونوع الرام هو LPDDR4X، وبذاكرة تخزينية 256 جيجا بايت و512. وأهم ميزة بوجهة نظري بهذا الجهاز هو كاميرته، لأن عندك كاميرا 50 ميجا بكسل من سوني الـ LYT600. طبعا هاي الكاميرا الموجودة بهذا الجهاز موجودة في أجزاء من الفئات العليا اللي هو الريلمي GT6T اللي سعره تقريبا فوق 600 ألف. وخلال تجربتي للكاميرا شفتها مو بنفس قوة كاميرا GT6T، ولكن بهاي الفئة السعرية اللي هو بيها أشوفه هو الأفضل من ناحية الكاميرا. والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، أداء مقبول كجهاز اقتصادي، وعندك سماعات ستيريو بأداء صوتي جيد، وبصمة الأصابع مدمج في زر الطاقة، استجابة جيدة، وما واجهني أي مشكلة خلال استخدامي للجهاز. والجهاز يدعم معيار مقاومة الماء والغبار الـ IP64، ومثل ما قلت يدعم منفذ 3.5 ملي، وأيضا يدعم الـ NFC. وهسه نتكلم عن البطارية اللي عندك. سعة البطارية 5000 ملي أمبير، وسرعة الشحن هو 67 واط، ولكن عندك في العلبة بقدرة 80 واط. صراحة حركة حلوة من شركة ريلمي انه يحطوا لك شاحن بقدرة 80 واط. شفت بعض التعليقات كاتبين هل هذا الشيء راح يأثر على الجهاز؟ لا ما راح يأثر، لان انت اخر شيء عندك الجهاز راح ياخذ 67 واط، ولكن اذا عندك جهاز ثاني بالبيت ياخذ 80 واط تقدر تستخدم هاي الشاحن وراح ينطيك بقدرة 80 واط. وفي النهاية بما انه عرفنا المميزات وعرفنا عيوب الجهاز، شنو نصيحتي لكم؟ شوفوا الجهاز الذاكرة 256 صراحة اشوفه كمميزات وقيمة السعرية خيار جدا ممتاز لهواية مستخدمين، ولكن ذاكرة 512 صراحة المميزات مقارنة بسعره اشوف سعره مبالغ به. وفي النهاية الاختيار يمكم، يا نسخة تختارون. وفي النهاية اذا ما كنتم مشتركين اتمنى تشتركون حتى تشوفون الفيديوهات الجاية، وفي امان الله.